شباب، هو عدد الكرينيال نيرفس كان كام؟ عدد الكرينيال نيرفس، يلا يا جماعه، لا 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 ما حدش يتكلم عشان مش هسكت تاني. انا ما شرحتش حاجه يا جماعه، لا ذاكر في 10 دقايق لا خد الليله كلها مذاكره، واوعى حد يغيب الحصص الجايه. هاخد المجزيلاري ارتري بايدي 15 برانش. اه والله، وانا بجيب برانشات من بيتنا. يبقى دلوقتي يا جماعه عدد الكرينيال نيرفس كانوا كام يا شباب؟ 12. طب اسمهم كرينيال ليه؟ عشان بيطلعوا من البرين ستيم، والبرين ستيم 3 حتت. اول حته اسمها ميد برين، الحتة اللي بعد كده اسمها بونز، واللي تحت خالص اسمها مظلة. يبقى حق ربنا لو انا قسمت ال 12 على الثلاثة هيطلع نصيب كل واحد كام يا جماعة؟ 4. يبقى 1 2 3 4 بيتعاملوا مع الميد بري. 5 و6 و7 و8 يتعاملوا مع البونس. 9 و10 و11 و12 مع المظلة. يبقى يا جماعة أهم واحد فيهم رقم 7، أهم واحد. أنا لسه ما شرحتوش. طب رقم 7 هيتعامل مع مين يا جماعة؟ مع البونز. طب رقم 6 يتعامل مع مين؟ برضو مع البونز. الصورة الأولانية أنا صورت البرين ستيم من السايد، إنما الصورة دي انا مصور البرين ستيم من قدام. البونز اهي يا جماعه، كل دي البونز وكل دي المظله. هناخد في النيورو ان المظله بتمتلك كالكوعتين، كالكوعه شبه الهرم اهي. هو كلمة هرم يعني ايه يا جماعة؟ يبقى اسمها بيراميد. يبقى الكالكوعة دي يا جماعة اسمها بيراميد، وكالكوعة كمان شبه الزيتونة. الزيتونة يعني اوليف، يبقى اسمها اوليف يا جماعة. يبقى المظلة بتمتلك كالكوعتين، واحدة اسمها بيراميد والتانية اسمها ايه يا جماعة؟ أوليف. قول حق ربنا الخط ده، الخط ده يا جماعة اهو اهو تبع المظلة ولا تبع البونز؟ ما بين الاتنين يا دكتور. يبقى اسمه بونتو مدلري. بونتو يعني ما بين البونز، ومدلري يعني ما بين البونز والمظلة. عارفين رقم 6 يا جماعة فين صحيح؟ رقم 6 اهو. رقم 7
اللي هناخده في وقت من الاوقات. اهو يبقى رقم 6 زي 7 بالظبط، بيطلعوا من البونتو مدلري، بس 6 ما بين البونس والبيراميد، انما 7 ما بين البونس والاوليف. يبقى اما اجي اشرح يا جماعه رقم 7 حب اسال ساعتها هو بيطلع ازاي يا جماعه؟ ما انتوا عرفتوا خلاص انه بيطلع من البونتو مدلري، وتحديدا ما بين البونس والاوليف، انما 6 بتاعنا النهارده ما بين البونس ومين يا جماعه؟ والبيراميد. هو عدد خد بالك قوي من الحته الجايه، ممكن تيجي في سؤال ام سي كيو، هو الكرينيال نيرفس عددهم كم؟ كلهم بيطلعوا من البرين ستيم من قدام، كلهم بيطلعوا من قدام، الوحيد اللي بيطلع من ورا هو رقم 4. هو رقم 4 ده كان اسمه ايه؟ كان اسمه التروكيولار. يبقى ممكن يجي لك جملة في الام سي كيو، مين من النرفات الجاية بيطلع من الباك؟ واقول لك شوية نرفات. طبعا الوحيد اللي بيطلع من الباك في ال 12 كلهم هو رقم 4، ورقم 4 اسمه توروكيولار نيرف. ارجوكم محدش ينسى المعلومة دي. تعالوا يا جماعة نراجع مع بعض، مين الوحيد اللي بيطلع من الباك بتاع البرينستيم؟ 4. طب رقم 6 و7 بيطلعوا من البونس ولا المظلة ولا البونتو مدلري؟ طب 6 ما بين ايه وايه؟ بونس وبيراميد، و7 بونس واوليف. حلو جدا جدا. طيب يا جماعه انتوا جايين مذاكرين النهارده للامتحان، رقم 6 ده كان اسمه ابديوسنت، حد يعرف ايه برانشاته؟ ما انتوا مذاكرين يا جماعه، ملوش غير برانش واحد بس، برانش واحد بيغذي العضله اللي بتشد القرنيه لبره اللي كان اسمها لاترال ريكتس. طب حد يعرف برانشات التروكيولر ايه؟ برضو برانش واحد كان بيدي عضله اسمها ايه يا جماعه؟ سيبيريور اوبليك. يعني انا البرانشات اوريدي مذاكرها قبل كده. المشكله بقى الابديوسنت ده هيمشي ازاي؟ محتاجه رسمه يا جماعه، لا اما مش هفهمها. نمره واحد، لو الغده دي اسمها بيتيوتري، اسمها ايه يا جماعة؟ لو انا رسمت ساينس جنب البيتيوتري، الساينس دي يطلع اسمها ايه يا جماعة؟ كافيرنوس. يبقى انا فاهم ان دي البيتيوتري واللي جنبها اسمها ايه يا جماعة؟ كافيرنوس. بلاش خدته في الاناتومي، خدته في الفسيولوجي. البيتيوتري جلاند بتقعد في مكان اسمه ايه؟ سلة تورشيكا. يعني هنا
يبقى ده الخط اللي ورا البيتيوتري. اسمه ايه يا دكتور الخط ده؟ هو كلمة ورا تمشي معايا اكتر فينترال ولا دورسال؟ الخط ده اسمه دورسام سلة. هتقعد تحفظ للصبح ايه دورسام سلة ده؟ ولا حاجة يا جماعة، ده الخط اللي ورا البيتيوتري. البيتيوتري قاعدة في مكان اسمه سلة تورشيكا، يبقى الخط اللي ورا اسمه دورسام سلة. ورا يعني دورسام، وسلة ده اسم المكان اللي قاعد فيه البيتيوتري. بس يا دكتور انت رسمت العظمة دي وخدناها قبل كده، مين يا ربي العظمة دي؟ فاكرين يا جماعة العظمة اللي ورا اسمها ايه؟ اوكسيبيتال. دي حتة من الاوكسيبيتال بتبقى موجودة في البيز. مادام موجودة في البيز يبقى اسمها بازولار بارت اوف اوكسيبيتال بون. يبقى العظمة دي جزء من الاوكسيبيتال يا جماعة، موجودة في البيز، اسميها ايه؟ بازولار بارت اوف اوكسيبيتال بون. حلو قوي. طب مين العظمة دي اللي شبه الصخرة اللي موجودة ورا الكافيرنس على طول؟ دي اسمها بيتراس يا دكتور. ماشي يا جماعة، أنا هرسم الكرينيال نيرف رقم 6. الرسمة مهمة أوي. النيرف أهو يا جماعة، النيرف أهو. لو سمحت تقول اللي حصل. اللي حصل هي الأحداث التالية. نمرة واحد، بيطلع على البازولار بون بتاعه الاوكسيبيتال. نمره اتنين، بيعدي على الايبكس بتاع البترس. نمره تلاته، وهو هنا. حد يقدر يقول لي هو الخط الاحمر ده اسمه ايه؟ دورسام سله. وهو هنا بيبقى ميديال للدورسام سلة ولا لاترال؟ لاترال يا جماعة. طب وبعدين يا دكتور؟ بعد كده لقيته دخل الكافيرنس. دخل الكافيرنس. ده رقم ست. هو رقم ستة يا جماعة كان ليه علاقة بالكافيرنس؟ لا، اللي أنا فاكره إن اللاترال وول بتاع الكافيرنس كان بيبقى في رقم ثلاثة ورقم أربعة وبرانشين من خمس، ما كانش في ستة دي يا جماعة. رقم ستة كان بيبقى جوه الكافيتي بتاع الكافيرنس. رقم ستة بيبقى في الفلور بتاع الكافيرنس، بس ما كانش لوحده في الكافيتي يا جماعة، كان بيبقى معاه شريان. اهو حد فاكر الشريان ده كان اسمه ايه؟ ما هو جوه الكافيرنس يا جماعة، كان اسمه انترنال كاروتيد. يبقى لو سمحت لازم تبص على الرسمة. يبقى وهو ماشي عمل أربع حاجات. عد معايا. مشي على البازولر بتاعة الأوكسيبيتال الأول. نمرة اتنين، عدى على الإيبكس بتاعة البترس. نمرة تلاتة، بيبقى لاترال للخط اللي ورا البيتيوتري اللي اسمه دورسام سلة.
نمر أربعة بيدخل جوه الكافيرنوس، بس مش لوحده، كان بيبقى معاه شرياه اسمه انترنال كاروتت، ودرسنا العلاقة بينهم. الابديوسنت كان لاترال للانترنال كاروتت او انفرولاترال للانترنال كاروتت. ادي يا جماعة الابديوسنت، حلوا في رسمته، امشي لان انت ولا هتجيب سكال ولا حاجة، امشي مع الرسمة واحدة واحدة. تاني يا جماعة، العظمة دي اسمها ايه؟ بازولار بارتو فوكسيبيت، انا عدى عليها. امال الصخرة دي اسمها ايه؟ بيتروس، عدينا على الايبكس. وبعد ما عدى على الايبكس بيبقى لاترال للخط اللي اسمه دورسام سيلا. وبعد كده بيدخل جوه الكافيرنس. طب وهو جوه الكافيرنس بيبقى موجود في اللاترال وول؟ امال موجود فين؟ في الكافيتي يا جماعه، في الفلور بتاع الكافيرنس. وما بيبقاش لوحده، بيبقى معاه ارتري اسمه انترنال كاروتيد ارتري. انا هشرح في بقيه الحصه وبنبه قبليها اربع عضلات، واللي وهسأل اثناء الشرح ليه. والله العظيم العضلات دي بتتفهم خالص، لو انا ما فهمتش هقعد احفظ فيهم الليله كلها. اختار بقى، اتكلموا يا جماعه شويه. انا قلت يا جماعة اسماء رخمة وغبية، والله العظيم انا اقدر احسس نفسي حتى ان انا بفهم وبستنتج. تعالوا يا جماعة نشتغل. نمرة واحد، لو انا صورت منظر جانبي الاتنين اوربت يبانوا يا جماعة، اوربت واحد بس اهو، يبقى الدايرة دي هي مين يا جماعة؟ الاوربت. اسمها ايه العظمة اللي بتبقى تحت الاوربت على طول وموجودة في السايد اهي؟ العظمة البارزة اسمها زيجوماتيك، يبقى دي عظمة الزيجوماتيك. بس عظمة الزيجوماتيك يا جماعة طلع منها قرش اهو، هسميه زيجوماتيك قرش. يبقى يا جماعة اسمه زيجوماتيك ارش ليه؟ لانه طالع يا دكتور من عظمة الزيجوماتيك. ماشي يا جماعة، طب هو فين يا دكتور؟ احنا عايزين نشوفه على الحقيقة. مش دي يا جماعة عظمة الزيجوماتيك؟ امشوا معاها لورا، هو ده الزيجوماتيك ارش، هو ده الزيجوماتيك ارش. يبقى الزيجوماتيك قرش ماسك في عظمة الزيجوماتيك. اتفقنا يا جماعة؟ طيب فوق الزيجوماتيك قرش بلاقي العظمة دي، كان اسمها ايه يا جماعة العظمة دي؟ كان اسمها تيمبورال. يبقى انا هرسم فوق الزيجوماتيك قرش عظمة اهي، اسمها تيمبورال. عارفين يا جماعة المكان ده فوق الزيجوماتيك والقرش ولا تحتيه؟
في عظمة اسمها ايه؟ اسمه تمبورال فوسا. يبقى المكان اللي فوق القرش اسمه تمبورال فوسا. يبقى المكان اللي تحت القرش اسمه انفرا تمبورال فوسا. يبقى أنا عندي اتنين يا جماعة، فصة اسمها تمبورال وفصة اسمها ايه يا شباب؟ انفرا تمبورال. حد يقدر يقول لي ايه الحاجة اللي بتفصل بينهم؟ الزيجوماتيك قرش. يبقى لو انت في التمبورال وعايز تروح للانفرا تمبورال لازم تعدي على مين يا جماعة؟ على الزيجوماتيك قرش. يبقى أنا عرفت مكان اسمه تمبورال ومكان اسمه إيه يا جماعة؟ قول اللي يرضي ضميرك. بصوا كده على السبورة، أنت شايف الإنفرا تمبورال فصة؟ لا أنا شايفها إيه؟ هي دي يا جماعة. بس ده يا جماعه ما بيحصلش. عارفين ليه يا جماعه؟ شايفين الحفره دي؟ بيدخل فيها الراس بتاعه المندبل. طب انا هرسم المندبل يا جماعه، ادي الراس اهي. بعد الراس بيبقى فيه ايه يا جماعه؟ نك. وادي بقيه المندبل اهو. انا ما عدتش هشوف الانفرا تمبورال فصة يا جماعه، انا مش هعرف اشوفها للاسف. ليه؟ عشان الحتة دي مغطياها. حد يعرف الحتة دي في المندبل كان اسمها ريموس؟ يبقى انت مش هتشوف الفصة لان مين اللي مغطيها يا جماعة؟ طب حد يقدر يقول لي كده الرمص بالنسبة للفصة؟ خد بالك ان ده منظر جانبي، ميديال ولا لاترال؟ طبعا لاترال. يبقى اللاترال بتاع الفصة هو الرمص بتاع المندبل يا جماعة. في العملي وعندنا اتنين كاديفر جداد، الناس اللي في زمايلنا اللي في السكاشن هيعملوا ايه؟ بصوا يا جماعه، عايزين يشرح لكم الانفرا تمبورال فص. عارف هيعملوا ايه؟ هيكسروا الريمس. يبقى وانت واقف على الجثه هتلاقي الريمس بتاع المندبل مكسور، هتقعد تضحك، كسرين المندبل، كسرين المندبل، انت مش فاهم حاجة خالص. ما هو كسرين المندبل عشان يشوفوا الانفرا تمبورال فص. طب بصوا يا جماعة انا هعمل ايه؟ انا هشيل المندبل كله اهو. عارف لو انا كسرت المندبل هشوف ايه؟ هشوف العظمه اللي بتبقى جنب الزيجوماتيك. العظمه اللي فيها اسنان يا جماعه اللي اسمها مجزلة. بس الكلام ده هشوفه امتى؟ بعد ما اكسر الريمس.
انتوا جايين النهارده مذاكرين الفيس ومذاكرين الباكسينيتور، ما هو دي في الامتحان. اللي ذاكر الباكسينيتور مين العظمه اللي كانت بتبقى جنب المجزله؟ كانت عظمه اسمها تريجويد. وعلى فكره انا هقول اسمها بما يرضي الله يا جماعه، اسمها لاترال تريجويد بليت. بليت يعني عامله زي الشريحه. هو انا هشوف العظمتين امتى يا جماعه؟ اما اكسر الريموس. وانتوا قلتوا الرمص بيبقى ميديالي ولا لاترالي؟ لاترالي. يبقى العظمتين دول ميديالي يا جماعه، وتبقى الفصه الباوندرز بتاعتها لاترالي الرمص بتاع المندبل، وميديالي العظم اللي انا شفته اما كسرت الرمص، العظمه اللي اسمها مجزلة وجنب المجزلة اللاترال تريجويد بليت. ضعاف النفوس، واوعى تنسى تبقى تغمض عينيك. لاترالي ريموس اوف ماندبل، لاترالي ريموس اوف ماندبل، لاترالي بتبدا بحرف ال ال وريموس بيبدا بحرف الار، يبقى لر ريموس اوف ماندبل، ويبقى البتاع ده الميديال بقى، استنى الميديال مجزلة ام ولاترال تريوجويد ال، يبقى لم، يبقى لا انت بتستعبط. يبقى يا جماعة خليكم معايا يا شباب، انا كده راجل فاهم انا بعمل ايه. انا يا جماعة كسرت الريموس فشفت اللي مستخبي، اللي مستخبي المجزلة وعظمة التريجويد، وعرفنا ليها اسم كمان اسمها لاترال تريجويد بليت. حلو قوي قوي، انا هشيل العظم وحرسم المندبل تاني. فهمتوا يا جماعة حكاية كسر العظمة وإيه اللي جوه؟ طيب عندي أربع عضلات اسمهم ماستيكيشن مصر. في جملة أنا جبتها في الامتحان، الباكسينيتور واحدة من الماستيكيشن. مين اللي قال كده يا جماعة؟ الماستيكيشن هم أربعة مفيش غيرهم، يبقى دي مصطلحات متفق عليها، أربعة مفيش غيرهم. تعالوا يا جماعة نجيب الأربعة، والله العظيم أنا أعرف اتنين قبل كيدز وخدتهم في الامتحان الأولاني، خدتهم في البروتت. واحدة كانت بتمسك في الرمص من بره، هي الماستيكيشن بتبدأ بحرف ايه؟ أول واحدة بتبدأ بالإم اسمها مصيطر، التانية برضو بتبدأ بالإم بس ماسكة في الرمص من جوه. هو من جوه يا جماعة يعني ميديالي ولا لاترالي؟ اسمها ميديال تريجويد. يبقى أول واحدة اسمها مسيطر والتانية اسمها إيه يا جماعة؟ ميديال تريجويد. ومادام في ميديال يبقى في لاترال يا جماعة،
يبقى العضلة التالتة اسمها لاترال تريجويد. يبقى فاضل واحد، ما هو الاتفاق على أربعة. هو أنا قلت العظمة دي يا جماعة اسمها إيه؟ تمبورال. العضلة اللي هتطلع من التمبورال اسمها تمبوراس. يبقى أنا عرفت أسماء العضلات. يقول لي بقى باكسينيتور واحدة من الماستيكيشن، واحدة مش عارف إيه، تبقى غلط، لأن أنا حفظت الماستيكيشن أربعة بيبدأوا بحرف الام يا جماعة زي كلمة ماستيكيشن. الأولانية مسيطر، التانية ميديال تريوجويد، والتالتة يبقى اسمها لاترال تريوجويد، والرابعة بتطلع من التمبورال يبقى اسمها تمبوراليس. حد يقدر يقول لي يعني ايه ميديال تريوجويد ولاترال تريوجويد؟ يعني ايه كلمة تريوجويد دي؟ يعني هتطلع من العظمة اللي كانت هنا اللي جنب المجزلة اللي اسمها تريوجويد بون، او اسمها لاترال تريوجويد بليت. هو انا عشان اذاكر العضلات، اللي مش هيركز هسأله وهيبقى محرج، هنقعد نضحك عليه بقى. هو انا العضلات يا جماعه بذاكر فيها اربع نقط، اورجن وانسرشن ونيرف سبلاي واكشن، اي عضله كده. طب انا هعكس الشغل يا جماعه، يا اما مش هفهم حاجه خالص. انا هذاكر الاكشن الاول، الاكشن من غير اورجن وانسرشن. طب انا يا جماعه هحفظه معاكم وبعد كده هشرحه وانا بشرح الاورجن والانسرشن. تعالوا نحفظه الأول. نمرة واحد، لو أنت فتحت بقك كده المندبل عمل إليفيجن ولا ديبريشن؟ فهو يا جماعة المندبل افتح بقك يبقى المندبل نزل تحت، يبقى ده اسمه ديبريشن. هما كام عضلة يا شباب؟ كلهم بيعملوا إليفيشن ما عدا اللاترال تريوجويد دي. طب وانا افتكرها ازاي دي يا دكتور؟ ان شاء الله. بصوا يا جماعه هنحط نقطه تحت حرف ال في كلمه لاترال. ال يعني اللورينج. طب ما هو كلمة لورنج دي يعني ديبريشن. متشكرين يا حرف ال، انت محترم. يبقى كلهم بيعملوا اليفيجن ما عدا اللاترال تريوجويد يعني بتعمل ايه يا جماعة؟ ديبريشن، اللي هو ليه اسم تاني لورنج. كلهم افهموا معايا قوي دي. احتمال المندبل يتزق لقدام واحتمال يرجع لورا. زقته لقدام اسمها بروتراكشن، خدناها السنه اللي فاتت في الاسكابيولا. اما كانت بتتزق لقدام كان اسمها بروتراكشن، واما تتزق لورا اسمها ريتراكشن. معلش يا دكتور انا مش فاهم الحته دي. انت يا دكتور بتقول المندبل يتحرك لقدام، يعني ايه يا دكتور؟ يعني المندبل بتاعي يبقى كده الاقيه طالع وماشي كده؟ واحنا في كرتون يا جماعه؟ القط والفار بس هو اللي بيطلع المندبل اللي قدام.
طب ما انا يا دكتور مش فاهم يعني ايه قدامه يعني ايه ورا. ابسط مثال، احنا عندنا كام صف اسنان يا جماعه؟ صف فوق وصف تحت. ما تتكلمش، ده اسمه ريستنج بوزيشن، يعني ما بعملش حاجه. اسال نفسك سؤال، الصفين في نفس الليفل؟ طب مين اللي قدامه ومين اللي ورا؟ ها؟ ما حد اقفل بقك. مين قدامه ومين ورا يا جماعه؟ ما تقولوا انتوا خايفين من ايه؟ يبقى يا جماعه اللي فوق بيبقى قدام بملي مترات، يعني ملي خفيفه خالص، واللي تحت بيبقى ورا. يبقى اللي تحت بيبقى ايه يا جماعه؟ ورا. هل تقدر تطلع صف سنانك اللي تحت لقدام؟ يا دكتور مطلعه قدام. الحركه دي اسمها بروتراكشن. طب وانا يا جماعه حدنا اكلم الناس كده اهو، هرجعه ورا تاني، يبقى ده اسمه ريتراكشن. يبقى ايوه المندبل بيعمل كده، ايوه المندبل بيطلع لقدام اسمه بروتراكشن، وبيرجع ورا اسمه ريتراكشن. خليكم معايا يا جماعه، حصل خير؟ لا شباب انتوا بتتكلموا، اقسم بالله الموضوع ما مستحمل. طب انا عايز اذاكر الاكشن، كلهم هيعملوا بروتراكشن كلهم ما عدا التمبوراليس، هتعمل ريتراكشن. يبقى يا جماعه ما ينفعش تذاكر الاكشن عضله عضله، دول بيتجمعوا يا جماعه وانا مجمع، كلهم بيعملوا اليفيجن ما عدا اللاترال تريجويد بتعمل ديبريشن، بتعمل لورنج، وشكرنا حرف ال. كلهم بيعملوا بروتراكشن ما عدا التمبوراليس. طيب حد يمليني بقى يا جماعه، ايه الاكشن بتاع المسيطر؟ اليفيجن وبروتراكشن. ايه الاكشن بتاع التمبوراليس؟ اليفيجن وريتراكشن. ايه الاكشن، استنوا بقى، ايه الاكشن بتاع الميديال تريجويد؟ طب استنوا يا جماعه انا هكتب، بتعمل اليفيجن وبروتراكشن. رائع. طب حد يعرف يقول الاكشن بتاع اللاترال تريجويد؟ بتعمل بروتراكشن وديبريشن. طب افترض معايا بقى الاثنين، الميديال تريجويد واللاترال تريجويد، في اتنين يمين وزيهم اتنين ايه يا جماعه؟ شمال. لو اشتغلوا ات ذا سيم تايم في نفس الوقت، مين يقول لي يحصل ايه؟ طبعا. ليه؟ الاليفيجن هيلغي الدبريشن. يبقى المحصله ايه يا جماعه؟ بصوا هتحصل ازاي. اللي هيشتغل اليمين دلوقتي يا جماعه وبيشتغلوا ايه؟ ات ذا سيم تايم
ولا يحصل إليفيجن ولا ديبريشن. ده المندبل يتحرك سنة لقدام، وده اسمه بروتراكشن. طب وقف كده، اللي هيشتغل الشمال نفس الكلام، بروتراكشن الناحية التانية. طب اللي بعديه هيشتغل يمين، بروتراكشن كده، طب شمال كده كده. ما تقول لنا يا دكتور الحركة دي فين؟ اهي يا جماعة، اهي. الحركة دي اسمها سايد تو سايد موفمنت، يعني حركة من جنب الى الاخر. حد يقدر يقول لي ايه شروطها؟ الميديال تريوجويد تشتغل مع اللاترال تريوجويد ات ذا سيم تايم لسه، وبالتبادل مع الناحيه الاخرى. كلمه بالتبادل يعني alternation with the opposite side. ممكن اجيب لك سؤال ام سي كيو، سايد تو سايد موفمنت، مين العضله اللي بتعمله؟ واكتب لك ميديال تريوجويد، واكتب لك لاترال تريوجويد، واكتب لك رايت ميديال تريوجويد مع ليفت لاترال تريوجويد. طب ما انا كده انا خلاص عارف الاجابه يا جماعه. مش قلنا لازم الاثنين يشتغلوا at the same time وان alternation with the opposite side. انا خلصت الاكشن يا جماعه قبل ما اذاكر الاورجن والانسرشن. يلا يا جماعه نسمع مع بعض. كلهم بيعملوا إليفيجن مع دمين، وكلهم بيعملوا بروتراكشن مع دمين. هو بروتراكشن يعني ايه؟ يعني ايه يعني؟ يعني طلع سنانك اللي تحت قدام، اما ترجعها ورا يبقى اسمها ريتراكشن. يا جماعة الاقي طلبة بتقابلني، يا دكتور بروتراكشن ده يعني ازاي؟ اديني ضربت لك مثال على ارض الواقع اهو. تعالوا نذاكر النيرف سبلاي، بيتجمع يا جماعة برضو. عارفين الاربع عضلات كلهم هيمسكوا في المندبل، هنعرف دلوقتي. يبقى بياخدوا من المانديبولر نيرف، هي الماستيكيشن بتبدأ بحرف ايه؟ والمانديبولر بيبدا بالام يا جماعه. هناخد المانديبولر نيرف الحصه الجايه. المانديبولر نيرف اهو، مين اللي حضر الامتحان الاولاني؟ احنا لسه ما خدناش المانديبولر. حد يعرف يقول لي بينتهي ازاي؟ اكسلنت. فاكرين الوريد بتاع السكالب اللي اسمه ريترو مانديبولر؟ رحت جاي كاتب في المذكره اي حاجه اسمها مانديبولر هتنقسم الى انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. يبقى دي معلومه قديمه يا جماعه. عارفين العضلات هتاخد منين؟ هتاخد من الانتيريور ديفيجن. برضه ما عدا واحده برضه، مين الوحيدة اللي بتاخد من النيرف قبل ما يتقسم؟ اسمها
ميديال تيريوبويد. الحصة الجاية أنا هاخد المانديبولار نيرف. هسأل في حد يعرف برانش من برانشات المانديبولار يا جماعة؟ آه يا دكتور نعرف. نعرف إن الأنتيريور ديفيجن بيدي الأربع عضلات ولا ثلاثة بس؟ مين الوحيدة اللي بتاخد من النيرف نفسه؟ اسمها ميديال تيريوبويد. ممكن اجيب لك ام سي كيو. انتيريور ديفيجن اوف مانديبولار سبلاي ذا فولوينج ماسل اكسبت. طبعا واضح انه ما بيغذيش الميديال تيريوبويد، لان الميديال تيريوبويد بتاخد من النيرف نفسه واي حاجه في المنهج. اسمها مانديبولار هتتقسم لانتيريور وبوستيريور. انا خلصت يا جماعه الاكشن والنيرف سبلاي. ينفع اذاكر كل عضله لوحدها ولا يتجمعوا؟ تعالوا نختم الكلام بالاورجن والانسيرشن. تعالوا الاول، هو انا ذاكر مين الاول، الاورجن ولا الانسيرشن؟ انا هذاكر الانسيرشن الاول يا جماعه. هي العضلات دي بس على فكره الانسيرشن هو اللي هيقول لي الاورجن دلوقتي. بصوا يا جماعه، هما كام عضله؟ اربعه. بذاكر دلوقتي اهو. مره يقول لي العضله تتكون من راس واحده، ومره يقول لي راسين. طب اللي بعديها راسين، طب اللي بعديها راس واحدة. قال لا، طب ما انا كده هتلخبط يا جماعة. بصوا هحلها ازاي. المسيطة كلمة ولا كلمتين؟ كلمة تبقى راس واحد. طب التمبوراليس كم كلمة؟ تبقى راس واحد. طب الميديال تيريوبويد واللاترال تيريوجويد كم كلمة؟ رحت جاي كاتب العضلات التي تتكون من مقطعين لها راسين. الله، فاكرين السجع والجناس الناقص بتاع العربي؟ اهو ده العضلة التي تتكون من مقطعين ليها راسين. طب تعالوا يا جماعه نذاكر الانسيرشن. تعالوا نذاكر الانسيرشن. طب اتكلموا عشان تبقوا فريش. اتفضل. اظني الاورجن والانسيرشن. وبصوا انا هسأل سؤال اللي هيحله هديله 5 جنيه. يبقى وانت ماشي اضرب لك كنزايه مشبره ومعاها واحد مولتو ولا حاجه. اه احنا في وقت غدس ببلاش على حسابي. يلا يا جماعه، يلا يا شباب. هما العضلات كانوا كام واحده؟ كلهم بيمسكوا في المندبل. طب ازاي؟ كل اتنين بيوازوا بعض يا جماعة. يعني ايه يا دكتور؟ يعني واحدة هتمسك في الاوتر سيرفيس بتاع الريمس، يبقى التانية بتوازيها هتمسك في الانر سيرفيس بتاع الريمس. ما هو ده معنى بيوازوا بعض يا جماعة. طب هما مين الاتنين دوم يا دكتور؟ الاتنين اللي بيبدأوا بحرف الام. اللي بتمسك بره اسمها مسيطر، واللي بتمسك جوه
اسمها ميديال تيريويد. طب افرض اتلخبط، حد يقدر يقول لي ما اتلخبطش ازاي؟ يا دكتور ده اسمها ميديال يا دكتور. اسمها ميديال. يبقى هتمسك في الرمص من جوه، واللي اسمها لاترال سوري، واللي اسمها مسيطر هتمسك في الرمص من بره. ادي اتنين يا جماعه. يبقى فاضل التمبوراليس واللاترال تريوجويد. الراس بتاعه المندبل اهي، يبقى دي الرقبه. اللاترال تريوجويد هتمسك في حفره قدام الرقبة على طول. يعني ايه يا دكتور حفرة دي؟ انا اعرف والله ان كلمة حفرة كنا بنسميها فصة، بس الفصة دي كبيرة يا جماعة، دي صغيرة. طب هي فصة بتبدأ بحرف ايه؟ دي اسمها فوفيا. يبقى الفصة الصغيرة اسمها فوبيا يا جماعة. حد يعرف يقول لي ليه ما امسكش في الراس بتاعت المندبل؟ اشمعنى الرقبة يعني يا دكتور؟ ما امسك في الراس. الراس بتعمل جوينت، والجوينت يعني التقاء عظمتين. اسمع الصوت كده اهم يا جماعة، الجوينت اهو يا جماعة. يبقى الراس لأ، يبقى الراس لأ، لأنها بتشارك في تكوين جوينت. بس يا دكتور السنة اللي فاتت انت قلت لنا ان كل جوينت بيبقى حواليه كبسول. خلاص يا جماعة نبقى نمسك في الكبسول. حاضر. يبقى أنا همسك في حتتين. هي الحفرة اللي قصاد الرقبة اسمها فصة؟ أمال اسمها إيه؟ فوفيا. والكبسول اسمه كبسول يا جماعة. بس أنت يا دكتور ما قلتش اسم المفصل ده إيه؟ اسمه تيمبرو مانديبولار. عارفين ليه؟ مانديبولار عشان عظمة المندبل. هتمسك في التيمبورال من تحت، يبقى المفصل اسمه ايه يا جماعه؟ تيمبورو مانديبولار جوينت. كده يبقى فاضل التيمبوراليس. احنا قلنا كل اتنين بيوازوا بعض يا جماعه. حد يقدر يقول لي التيمبوراليس هتمسك فين؟ هتمسك هنا. هنا اهو. ما انت قلت يا دكتور ان كل اتنين قصاد بعض بيوازوا بعض. طب اسمها ايه يا دكتور العظمة دي؟ العظمة دي بتفكرني بعظمة تانية خدناها السنة اللي فاتت. ما علينا، مش بتفكرني بحاجة يا جماعة. بصوا يا شباب، الحته ده هي كان زيها بالظبط عظمه الألمة، كان برضو ليها بق مفتوح كده. والبتاعه دي كان اسمها على اسم شوكولاته، اسمها كورونا، كورونويد بروسيس. يبقى برضو دي اسمها كورونويد بروسيس يا جماعة. والنبي يا رب تيجي في الامتحان. عارف ليه؟ أصل هما بيعلموها غلط، يعني اللي يغلط فيها نقدر نعترض على العينة. بصوا يا جماعة العضلة بتمسك ازاي؟ العضلة
بتمسك في الابكس بتاع الكرونويد، ادي واحد، في الانتيريور بوردر بتاع الكرونويد، ادي اتنين، في البوستيريور بوردر بتاع الكرونويد. يبقى لو سمحت ما تقولش كرونويد وبس، لازم تمسك لي في اربع اماكن. نمره واحد الايبكس، نمره اتنين الانتيريور بوردر، نمره ثلاثه البوستيريور بوردر، نمره اربعه الكرونويد. اهو يا جماعه، اهو ليه اوتر سيرفيس اهو، وليه انر سيرفيس اهو. العضلة بتمسك في الانر سيرفيس، يعني يا دكتور ما بتمسكش في الاوتر سيرفيس. احنا بقى واحنا بنحط الامتحان بنجيب حتة بلاستر او لزق زي ما بنجيب، وبنلفها حوالين الكرونويد. ده غلط يا جماعة، لان انا كده بمسكت في الاوتر وفي الانر، مع ان الاتفاق ان انا امسك في اربع حتت بس، في الابكس والانتيريور بوردر والبوستيريور بوردر والانر سيرفيس. عارف دي لو جت في امتحان النظري، هي كانت بتمسك في الانر ولا في الاوتر؟ هي كانت بتمسك في واحد، والدكتور قال التاني لا غلط. بتمسك في مين يا ربي يا ربي؟ يبقى يا جماعه العضله دي بتمسك في الانر سيرفيس بس، ما بتمسكش في الاوتر. كده يبقى عندي اربع عضلات لازم تيجي منهم واحدة في امتحان العملي، لازم. عضلة اسمها مسيطر، كانت بتمسك في الرمص من بره، والام التانية اسمها ميديال تريوجويد، بتمسك في الرمص من جوه، يعني اتنين بيوازوا بعض. يبقى اللي هتمسك قصاد الرقبة اسمها لاترال تريوجويد، واللي هتمسك في الكورونويد بروسيس اسمها تمبوراليس. طب اللي بتمسك في الكورونويد بروسيس بتمسك فيه كله؟ بتمسك في الايبكس والانتيريور بوردر والبوستيريور بوردر والاوتر سيرفيس، سوري يا جماعه، والانر سيرفيس، ما بتمسكش في الاوتر. السؤال ابو 5 جنيه، وارفع ايدك عشان تجاوبه. مش ده الرمص يا جماعه؟ انا قلت في عضله، وما تنسوش ان انتوا جايين مذاكرين الفيس النهارده، ما تنسوش. عندي عضله بتمسك في الرمص من بره اسمها مسيطر اهي، ايه ده يا دكتور؟ ده مسكت في الرمص كله يا دكتور. يا جماعة، يا جماعة، بنعلم الرمص كله. يبقى المسيطر ماسكة في الرمص كله من بره. طب انا هرسم الرمص من جوه، ادي الراس وادي بقيه المندبل اهو، ده يا جماعه الرمص من جوه اهو. السؤال ابو 5 جنيه،
الميديا وارفع ايدك. الميديال تريوجو، احنا قلنا الماسيتر بتمسك في الرمص كله. طب الميديال تريوجويد تمسك في الرمص كله من جوه؟ لا، عشان ايه؟ انا قلت المسيطر ماسكه في الرمص كله. انا بسالك، بقول لك الميديال تريوجويد تمسك في الرمص كله من جوه؟ ده انتوا جايين مذاكرين الفيس. ها انا مذاكر يا جماعه الفيس، يعني زيكم بالظبط. هل امسك في الرمص كله من جوه ولا ما امسكش؟ لا مش همسك. ما حدش عارف ليه يا جماعه؟ خلاص يا شباب، خلاص يا جماعه، خلاص خلاص يا شباب. مش انا خدت في الفيس بيبقى في فورامين موجوده في المندبل سميناها مانديبولار فورامين او مانديبولار كانال، اللي كان بيستخبى جواها الانفيريور الفولار، يبقى انا لا يمكن امسك في الرمص كله من جوه. يبقى انا همسك تحت المانديبولار فورامين بس. في واحد هيجي يذاكر الميديال تريوجويد الانسيرشن انتو ذا انر سيرفيس اوف ريمس اوف ماندبل جاست بلو ذا مانديبولار فورامين، جاست بلو ذا مانديبولار فورامين، جاست بلو ذا مانديبولار فورامين، ويبقى دي الجاست بلو. هي دي مذاكره يا جماعه؟ ده انا كده بحفظ خالص. انما لو انت فاهم انا همسك تحت المانديبولار فورامين عشان ما اقفلش الفورامين يا جماعه. اخر حاجة الاورجن، تعالوا يا جماعة يلا يا شباب، تعالوا كل ده في صفحتين والله. نعم اه والله العظيم، والله صفحتين. خش من غيرهم يلا يا جماعة. حد فاكر حصل خير يا جماعة؟ اوه حصل خير، لا خليكم معايا، حصل خير حصل خير. دلوقتي عشان نخلص يا شباب، حد فاكر العظمة الزرقاء دي اسمها ايه؟ طب والقرش ده اسمه ايه؟ طب الفصة دي كان اسمها ايه؟ انفرا تيمبورال فصة. انا ما كنتش بشوفها لان ربنا كان بيخلق عظمة اهي اسمها الرمص بتاع المندبل. بصوا يا جماعة انا هذاكر ازاي. حد يعرف الرمص من برة هيمسك فيه ايه؟ طب المسيطرة اهي يا جماعة، المسيطرة اهي، احنا قلنا بتمسك في الرمص كله صح؟ اهي ده الانسيرشن. اطلع مع العضلة تجيب القرش. طلعت يا جماعة اهو، اهو ايه ده؟ العضلة خدت قرشا من الزيجوماتيك قرش. طب الابر بوردر ولا اللور بوردر؟ يبقى انا ذاكر الانسيرشن قبل الاورجن.
لان لو ذاكرت الاورجن هيبقى ناشف. From the lower border of the zygomatic arch. انما لو انا مذاكر الانسيرشن انا كده فاهم. ادي واحده. نمره اتنين. عندي عضله اسمها تمبوراليس. تبقى راس واحده ولا راسين؟ ليه؟ لانها كلمه واحده. وما دام اسمها تمبوراليس هتطلع من عظمه التمبورال اهي. اهي. ايه ده؟ حد فاكر التمبوراليس مش كانت بتمسك في الكرونويد بروسيس؟ يبقى انا لازم انزل وامشي تحت الزيجوماتيك ارش. امال اعمل ايه؟ وساعتها همسك في الكرونويد بروسيس. في واحد هيدنه يحفظ، والتندون بتاع التمبوراليس بيمشي ديب للزيجوماتيك ارش. يبقى التندون بتاع التمبوراليس بيمشي ديب للزيجوماتيك ارش. ما هو ده يا جماعه امر طبيعي. مش العضله اهي وعايزه تمسك هنا، يبقى شيء طبيعي انها تمشي ديب لمين يا جماعه؟ للزيجوماتيك ارش. اخر حاجه كده فاضل لي الاورجن بتاع اللاترال تريوجويد والميديال تريوجويد. كل واحده فيهم كام راس؟ ليه؟ عشان مقطعين. لقيته مره بيقول لي ان العضله فيهم ليها راس سوبرفيشال وراس ديب، والعضله الثانيه راس ابر وراس لور. ايه اللخبطه دي؟ انا عايز اذاكر يا جماعه. يا دي حرف ال اللاترال تريوجويد بتبدا بحرف ال هنحط تحتيه نقطة يا جماعة. يبقى دي اللي ليها لور وأبر، ويبقى التانية ليها سوبرفيشال ودي. يبقى الميديال تريوجويد ليها أبر، سوري اللاترال تريوجويد اللي بتبدأ بالإل ليها لور وأبر، ويبقى الميديال تريوجويد ليها ايه يا جماعه؟ سوبرفيشال وديب. تعالوا نذاكرهم، ومش اي حد يعرف يذاكرهم يا جماعه، والله العظيم ما اي حد. هو انا لو كسرت الريمس انا هكسره اهو، مين العظم اللي هيبان؟ هيبان المجزله اهي، بس انتهى كبيرة خالص. طب مين العظمة اللي جنب المجزلة؟ كانت عظمة اسمها لاترال تريوجويد بليد. بصوا يا جماعة لا افهم لا احفظ، احنا قلنا العظمة اسمها ايه؟ لاترال تريوجويد بليد. انا عندي عضله ليها سوبرفيشال وديب، وعضله ليها ابر وايه يا جماعه؟ ولور. وقلنا الحل في ده حرف الايه؟ ال. عندي، واحنا قلنا البليد ده اسمه ايه؟ لاترال تريوجويد بليد. ليه يا جماعه؟ اوتر سيرفيس اهو، وواحد ورا السبوره، يبقى اللي ورا السبوره انر سيرفيس. الاوتر اسمه لاترال سيرفيس، والانر اسمه ميديال سيرفيس يا جماعه، مش ازمه يعني.
عندي عضلة هرسمها منقطة. ليه؟ لأنها طالعة من الإنر سيرفيس بتاع اللاترال تريجويد. أهي. هي طالعة من أنهي سيرفيس؟ مين يقول لي؟ تتوقع دي. احنا بنتوقع مع بعض الابر هيد ولا اللور هيد ولا السوبرفيشال ولا الديب؟ دي ديب هيد يا جماعه. عرفتوا اسمها ديب ليه؟ لاني ما بشوفهاش كلها، لانها بتطلع من الانر سيرفيس بتاع اللاترال تريجويد بليت. ما دام دي ديب هيد يبقى معاها واحدة تانية سوبرفيش. حد يعرف اخر سنة دي اسمها ايه؟ اسمها اللاست مولر او السيرد مولر. العظمة اللي عندها اسمها ماكزيلاري تيوبركل. يبقى الماكزيلاري تيوبركل يعني اللي موجودة عند آخر سنة. السوبرفيشال هيد هي يا جماعة. آدي السوبرفيشال هيد. شفتوا العضلة عاملة إزاي؟ الديب هيد هتطلع من الإنر سيرفيس من جوه. ويبقى السوبرفيشال هيد من أقرب حتة ليها. اقرب حته عند اخر سنه اسمها ماكزيلاري تيوبركل. يبقى دي عضله الميديال تريوجويد ولا اللاترال تريوجويد؟ ليه؟ عشان ليها سوبرفيشال ودي. يبقى اللاترال تريوجويد ليها ابر ولور. طب اللور هيد اهي. اللور هيد اهي يا جماعه. اهي برضو طلعت من اللاترال تريجويد، بس من الاوتر ولا من الانر؟ من الاوتر. يبقى لسه الابر هيد اهي. الابر هيد اهي. بس كده يا دكتور الابر هيد هتاخد اورجن من عظمة التريوجويد ولا فوقيها؟ طب ما انا عايز اعرف مين اللي فوق اللاترال تريوجويد. اول حصة في المنهج خدنا عظمة كان الجناح لعظمة السفينويد وسميناها جريتر وينج اوف سفينويد. عارفين الخط ده؟ الخط ده يا جماعة دي آخر كلمة هقولها، احفظوا الاسم ده معايا. الخط ده تبع الجريتر وينج. الخط ده موجود في الفصة اللي تحت الزيجوماتيك أرش. هي الفصة اللي تحت الزيجوماتيك أرش اسمها ايه؟ انفراتيمبورا. يبقى الخط ده اسمه انفراتيمبورال سيرفيس اوف جريتر وينج اوف سفينويد. انفراتيمبورال سيرفيس. يبقى ما اجي اقول لك مين العظمه اللي فوق التريجويد تقول لي مش الجريتر وينج بقى. انفراتيمبورال سيرفيس of greater wing of sphenoid. افتحوا المذكرة يا جماعة.
بس تروح تذاكر. انا كاتب صفحات للفهم كيدز. تمشي خطوه خطوه واكسر المند والهي هنلاقي ايه. انا حاسس من الفهم ان انا هروح اذاكر الليله كلها. 128 128 عندي نير اسمه تروبيولار نير. اقرا كده النيوكيولاي. موتور نيوكلاس موجودة في الميد برين. حط خط تحت الميد برين واكتب اقرا اولا صاد 126 واقلب الصفحة. هات السطر السابع بيبدأ بكلمة نيرف عند أباف أوف سلمك. اكتب على السطر اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت. انظر الرسم صاد 94. بعد كده مكتوب ملحوظة عامة. اكتب على الملحوظة العامة الرسم صاد 125 واقلب الصفحة. السطر الأولاني دور على كلمة بونز وحط تحتيها خط. اكتب اقرأ أولا صاد 126. هات السطر اللي بعديها في حرفين طايرين. آخر السطر الثاني بونتو مدلري. هتلاقي طاير الآر والواي. الآر والواي بونتو مدلري. بعد كده صفحات للفهم بقى. هات 133 133. في حد يا جماعة ما خدش الورقة اللي اتوزعت بره؟ الورقة دي هنزودها على المذكرة حسب الترقيم بتاعها. هات صفحة 133 اقرا السطر الثاني. كلهم يعملوا إليفيجن. حرف التي كملوا. كمل حرف التي في كلمة إليفيجن. انزل تحت. كلهم بيعملوا بروتراكشن. هو احنا قلنا بروتراكشن يعني ايه؟ يعني المندب اللي قدام ولا الورا؟ اكتبوا على البروتراكشن حركة أمامية للفك السفلي. حركة أمامية للفك السفلي. وبعد كده اكتبوا على ريتراكشن حركة خلفية للفك السفلي. حركة خلفية للفك السفلي. بعد كده كل رسمه انا كاتب عليها كلام. رسمه وكلام. هات صفحه 137 137 اقرا كده اللي مكتوب تحت. لاحظ لو تم كسر الريمس بتاع المندبل يظهر الآتي. اكتب الرسم صاد 134. اقلب الصفحة. اقرا السطر الثاني. يعني ايه يا جماعة كلمة تمبورا الفصة ده؟ المكان الموجود فوق الزيجوماتيك أرش. طب الانفرا تمبورا المكان الموجود تحت الزيجوماتيك أرش. بعد كده مكتوب الانفرا تمبورا الفصة. احنا خدنا الباوندرز يا جماعة بس الكونتنتس محطوط عليها علامة استفهام.
مكتوب جنبها ايه؟ بعد ما اخلص شرح الفصة هقول لكم انا شرحت كذا وكذا وكذا. هي دي يا جماعة محتويات الفصة. ايه اللي بالصفحة؟ عندي عضلة اسمها تمبوراليس الاورجن. اكتب على الاورجن الرسم صاد 134. هات النيرف سبلاي والاكشن. اكتب على الاثنين. انظر صاد 133. بعد كده عندي عضلة اسمها مسيطر. هات النيرف سبلاي والاكشن. اكتب انظر صاد 133. اخر حاجة ميديال تريوجويد. هات النيرف سبلاي والاكشن. اكتب عليهم انظر صاد 133. بعد كده اللاترال تريوجويد. اقرا كده اللي مكتوب بالعربي. اسمها مكون من مقطعين، اذا ليها راسين، وذاكر اللور هيد الاول. اكتب جنب كلمه اولا وانظر صاد 141 شرطه. فين 141 شرطه دي اللي احنا خدناها يا جماعه؟ اخر حاجه هات النيرف سبلاي والاكشن. اكتب انظر صاد 133. مع الف سلامه.